قسم ثاني هواة، ست فرق من مختلف يعني القطر الجزائري، شرق غرب جنوب وسط. فن يعني رئيس الجمهورية اللي كرم هذا الفرق بمبالغ مالية مهمة، وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كمتتبعين ولا مسيرين يعني كالرابطات ولا حتى النوادي سابقة اللي ما كانتش كاينة من قبل. واليوم شفنا هذا الالتفاتة الطيبة من رئيس الجمهورية، التفاتة يعني استحسنها الكثير، وأكيد تكون كذلك يكون تكريم للبطل المحترف الأول الشباب بلويزداد، وممكن حتى في المناطق الأخرى. وهذه التفاتة يعني تحسب بالإيجاب إلى رئيس الجمهورية، والسياسة تدخل في السياسة، نظن على حسب رأيي المتواضع، تدخل في السياسة تاع الالتفاتة المناطق الظل، كيما كاين هذا يعني المبادرات اللي اندارت ومشاريع و يعني النظر للمناطق المحرومة. كذلك اليوم هذه فرق تدخل في نفس الإطار من الناحية الرياضية، ونظن هذا شيء جميل. وانا يعني كمسؤول على الرابطه المحترفه اقول شكرا لرئيس الجمهوريه على هذه الالتفاته، يعني في مكان الاخرين، لان انا مسؤول في 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 رابطه محترفه ونمثل الانديه، سواء كنت رئيس فريق او راني رئيس رابطه، وهذا شيء جميل وجميل جدا.